انا وصلت المجمع المصري وشاهدت المبنى كان خشب، اسقفه خشب وهو طابق اول وارضي. شفت الطابق الاول وهو بينهار على الارضي، وشفت المجلدات وهي تنساب في الشارع والنيران مشتعلة فيها. الشارع عبارة عن حريقة مش جوه المبنى فقط، ولكن لما بنهار المبنى من فوق إلى أسفل أسقف مولعة نار فظيعة جدا، فبدأت المجلدات كلها، أحيانا الكتاب بيبقى 10 مجلدات أو أحيانا 20 مجلد. فأنا وقفت وتأثرت، يمكن من أصعب اللحظات اللي أنا شفتها في حياتي. وبعدين لقيت الدكتور عبد الرحمن الشرنوبي واقف قدامي، واحنا احتضننا بعض واجهشنا بالبكاء. فجت سيدة من السائرين واقفة في نص الشارع كده، وقالت انت زعلان ليه؟ انت متأثر ليه كده؟ وانت بتبكي. هو انتوا علمتوا ولادنا ايه ده؟ عشان يحافظوا عليه. يعني جملة معبرة تعبير فظيع جدا. انتوا علمتوا ولادنا هو ايه ده عشان يحافظوا؟ لا، ما علمناهمش. يا سيدي الفاضل، العصا السحرية التي طورت العالم المتقدم هو التعليم. والتعليم مش بشقه الفني، رياضة وكيمياء وطبيعة وأحياء وفيزياء وتاريخ، التعليم بمعنى الثقافي، التعليم بالمعنى الذي أورده طه حسين في كتابه الثقافة المستقبل الثقافة المصرية. التعليم للمدرسة فيها المسرح وفيها الفن التشكيلي وفيها الهوايات وفيها الأدب وفيها الشعر وفيها اللي فيها ثقافة الوجدان، أنا بسميها ثقافة الوجدان. يعني لو أنت عندك واحد ماهر جدا في الطب أو في الهندسة، بس هتلاقي فيه عنده جانب نظرته للمجتمع وللحياة وغير متذوق عنده لطشة. لكن لما يبقى واحد، شوف الجيل الأول من الأطباء اللي كان عندهم هواية الشعر والشعراء وفنانين مصر في حاجة ضرورية، بل في حاجة ملحة، بل في حاجة لا بديل عنها. حتمية. لابد وأن يندمج التعليم والثقافة وأن يكون في الاهتمام الأول. الاهتمام الأول يأتي بعده أي رقم، لكن لابد أن يكون التعليم والثقافة. والتعليم من وجهة نظري ليس تعليما فنيا فقط، وإنما التعليم بالمعنى الشامل.